السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بث مباشر عبر قناة دبي ريسنج وقناة ياس الفضائية وقناة الدوري والكاس والغنوات المصاحبة لقناة دبي ريسنج في هذا النقل الحي والمباشر في هذا المهرجان، مهرجان ختام المرموم 2022 في يوم الكبار. انتهينا من فترة الصغار وبدينا الآن في سن الكبار، ومحل الرقص مع الكبار وخاصة في الفترة المسائية. تابعنا الشوط الأول، والشوط الأول ذهب مع شايمة للشاعر سعيد بن حمد بن مصلح العامري، وشامت إلى الانت لسعيد بن حمد بن مصلح الإحبابي، وشامت شايمة إلى الإنجاب والإنتاج بعدما سطرت حروف من ذهب وتاريخ من يوم حجة حتى وصلت سن الكبار. سجل حافل، هناك سيارات بالإضافة إلى السيارات، هناك رمز أيضا مع السيارات. سلام يا بن مصلح، سلام سلام يا الشايمة، سلام. وهنا هنا 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 شوط العمالقة الثانية للحول المهجنات الأصايل، جائزتنا 400,000 درهم للمركز الأول وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية. أتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين إن شاء الله في الشوط هذا وفي الشوط القادم. وفي هذا الختام نتابع المقدمة، نتابع هجن مرغم. ها هي هبابيل صاحبة الإنجازات، صاحبة السيوف، تحمل شعار مرغم بشعار الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي على مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، وله على المركز الثاني بشعار الجريء سعيد بن حمد بن دري الفلاحي. وفي المركز الثالث، المركز الثالث اغتيال للسيد راشد بن مبارك بن سعيد بالروضة المنصوري. ننتقل إلى المركز الرابع من الجانب الثاني، نشوف شعار أهالي معيذر قادمين من معيذر من ميدان الشحانية للمشاركة هنا في هذا المهرجان. مرحبا بالضيوف، من أين أتوا؟ من الخليج، كافة الخليج نرحبهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إمارة دبي، في دانة الدنيا دبي، في ختام المرموم 2022. نتابع شعار الهديفي على مقدمة هذا الشوط. الزبارة، الزبارة للسيد حمد بن غانم الهديفي المركز الثاني. نشوف اللي في المركز الثاني، شعار بن بيشان الغزيل بشعار حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي قادم من المملكة العربية السعودية. مرحبا بالجميع. ننتقل إلى المركز الثالث، وفي المركز الثالث اغتيال للسيد راشد بن مبارك بن علي بن روضة المنصوري. المركز الرابع، أبابيل على المركز الرابع، الحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الخامس، وله على المركز الخامس، تتولى على المنافسات على انتزاع المركز الأول على السلامات بشعار سعيد بن حمد بن دري الفلاحي. وفي المركز السادس، شعار الصعب قادم مع نوف بشعار محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي على المركز السادس. في هذه اللحظات ناخذ المركز السابع، المركز السابع حشيمة سالم بن حمد بن دري الفلاحي بشعار الشبل غادمة بالإنجازات مع هذا الشعار. ننتقل إلى المركز السابع، نشوف وناخذ بجاير على المركز السادس لسعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري. وفي المركز السابع، السابع ولا الثامن؟ المركز الثامن، ناخذ اللي على المركز الثامن في هذه اللحظات، الظبي للسيد محمد بن سعيد بن راشد بن حنزان النعيمي. وفي المركز التاسع، المركز التاسع نشوف ها هي شديدة حمد بن غانم بن سلطان الهديفي. وفي المركز العاشر الوصل، مرحبا بالوصل، مرحبا بصاحبة الإنجازات
مرحبا بصاحبة السيف في مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان في ميدان اللبسة في إمارة أم الحيوين، مع الوصل مع شعار أبو حمد محمد بن سهيل بن عويضان العامري أول ندى للوصل. على العموم مسافتنا 8 كيلومتر تكفي للسبوق تكفي للمضمر، يتصرف على مطيته وين ما يشتهي وين ما يشتهي يقربها، لكن هناك الكيلو الأخير لازم تكون مع المقدمة مع الثلاث الأوائل. ونرجع إلى المقدمة، نرجع إلى مقدمة هذا الشوط أبابيل على المقدمة بشعار الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي بشعار السبق الذي أنجزنا العديد والعديد على أرضية الدولة خارج أرضية الدولة، مع الذهب مع السيوم مع الخناجر مع الأشدة مع الكاسات مع الشلافي، شعار الذي لا تغيب عنه الشمس شعار الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي على مقدمة هذا الشوط الزبارة على المركز الثاني في هذه اللحظات. حمد بن غانم بن سلطان الهديفي وفي المركز الثالث ولها على المركز الثالث، ولها نحن قلنا ولها لكن هي ولها ولها لسعيد بن حمد بن دري الفلاحي بشعار مبلش بشعار أيضا خلاب غادم الجري بشعار الكثير والكثير بشعار سعيد بن حمد بن دري الفلاحي. وصل الشبل وصل الشبل مع حشيمة سالم بن حمد بن دري الفلاحي بشعار براقة بشعار بشاير بشعار العديد والعديد بو حمد غادم مع حشيمة إلى المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الخامس نوف، نوف اسمها ما بين 3 حروف يا سلام نوف بشعار الصعب بشعار سيوف صاحبة السيف في ميدان الوذبة السيف 50 الذي حظى عليه هذا الشعار باسم سيوف بشعار راهية صاحبة الرمز أيضا على أرضية ميدان الوذبة. ها يا نوف بشعار الصعب محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي قادم أيضا بالمنافسة في هذا الشوط وانتزاع المركز الأول. على العموم هي على المركز الرابع، المركز الخامس نشوف اغتيال وصلت وخذت المركز الخامس الراشد بن مبارك بن علي بن روضة المنصوري قادم من الوذبة صاحبة سجل حافل صاحبة تاريخ مشرف. هذه النتيجة وخلونا مع المقدمة مع أبابيل على المقدمة أبابيل الحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي بقيادة الديلم والحميدي بن سالم العمري مرافق أبابيل في التضمير والتدريب، وجهاز أيضا أبابيل برفقة محمد بن راشد بن غدير الاجتبي. على العموم هي على مقدمة هذا الشوط وفي المركز الثاني، ولها على المركز الثاني السعيد بن حمد بن دري الفلاحي شاعر القمة غادم مع ولها على المركز الثاني والعصيف البطن والركض الغاي. المركز الثالث حجيمة بن صوغان السلالة الصوغانية على المركز الثالث السالم بن حمد بن دري الفلاحي نوف غادمة بشعار الصعبة محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. المركز الرابع، المركز الرابع شودة أحمد بن محمد بن مسبر بالقوبة المنصوري، وفي المركز السادس شديد السيد حمد بن غانم بن سلطان الهديبي، وفي المركز السابع، المركز السابع الضبي أعتقد أن الضبي ولا منصورة منصورة للسيد زيد بن علي بالكليب الاجتبي بشعار ممثل
المدام الدايم خلونا مع المقدمة مع أبابيل 1200 يا أخوان يا الواثق يا الجري يا الشبل يا الصعب ما باقي عن خط النهاية إلا الغليل أبابيل على المقدمة حشيمة تبى تسلم وتمسي على هالي داخر ها هي حشيمة السالم بن حمد بن دري الفلاحي يا سلام الأخوان يتنافسون على المقدمة الجري والشبل على مقدمة هذا الشوط لكن حشيمة سالم بن حمد بن دري الفلاحي المركز الثاني ولها لسعيد بن حمد بن دري الفلاحي يا سلام أبابيل على المركز الثالث شودة قادمة بكل قوة للسيد أحمد بن محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري يا بوب 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 حرك اللي بيحرك حرك المنصة بانت في عين حشيمة في عين بن دري شودة بالقوبع المنصوري بن دري الفلاحي الشبل تاريخ مشرف انجازات قوية مع هذا الشعار مع هذا الاسم سالم بن حمد بن دري الفلاحي يا سلام يا ابو حمد سلام يا بن دري سلام والها قادمة مع الجري ما حد يعرف حد في الميدان الاخو يتنافسون لكن بنصوغان السبوق هو يرد الظهر سلام يا بن دري سلام يا هل زاخر تهانينا السالم بن حمد بن دري الفلاحي سلام لك يا ابو حمد المركز الثاني ابابيل حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي المركز الثالث ولها سعيد بن حمد بن دري الفلاحي المركز الرابع شودة الذي وصلت في المركز الرابع للسيد احمد بن محمد بن مسمر بقوبع المنصوري وفي المركز الخامس منصورة للسيد زيد بن علي بالكليب الاجتبي ياهو شوط قوي شوط فعال على أرضية هذا الميدان شوط العمالقة مع حشيمة مع شعار الشبل سالم بن حمد بن دري الفلاحي يا سلام يا ابو حمد التاريخ يشهد مع هذا الاسم مع هالإنجازات يعيد وقته في هذا نحن في الماضي وفي الحاضر في شعار سالم بن حمد بن دري الفلاحي الزمن الذي قطعته حشيمة في زمن وغدرة التوقيت الزمني يا ابو فهد نشوف التوقيت 12 دقيقة 24 جزئين من الثانية تهانينا لسالم بن حمد بن دري الفلاحي السلام يا ابو حمد انت وانجالك الكرام على هذا الفوز على هذا الاداء المتميز في هذا المهرجان المتميز هنا ابابيل على المركز الثاني 12 دقيقة 26 ثانية وجزئين من الثانية تهانينا الحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي والذي وصلت في المركز الثالث ولها على المركز الثالث 12 دقيقة 26 8 اجزاء من الثانية تهانينا لسعيد بن حمد بن دري الفلاحي تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز في هذا المهرجان المتميز مهرجاني وختامي المرموم 2022 في سن الكبار ومحل الرقص مع الكبار في الفترة المسائية تهانينا للجميع